لعبة الراكت ظهرت لأول مرة كرياضة فردية في القرن 17، ونقلها ضباط الجيش البريطاني أيام الاحتلال الإسكندرية. اهتم بيها الأجانب أكتر زي اليونانيين مثلا، ومع الوقت بدأت تنتشر في شاطئ الطاحونة في سيدي بشر، وكانت بتتلعب كل يوم بعد صلاة الفجر. النهاردة الراكت بيتلعب في كل حتة، خصوصا في رمضان قبل الفطار على كل أرصفة إسكندرية. سرعة الكورة أثناء اللعب مع صوت اللعيبة المليان حماس، مع كل ضربة مضرب وضحكة من القلب وتشجيع، بيقول إن الراكت هيفضل لعبة اسكندرانية خالصة بتعبر عن اسكندرية وروح شعبها المحب للحياة والحركة والانبساط. كابتن إنجي، عرفيني أخطائي بقى. دلوقتي الكورة بتيجي في حتت غريبة وتنط في حتت غريبة، ليه؟ بصي، أولاً أول حاجة المفروض إن أنت تحافظي عليها إن أنت تعرفي إن اللعبة دي لعبة نيشان. يعني إيه؟ يعني كورة دلوقتي جاية لي أنا بستقبلها إزاي؟ بستقبلها في نص مضرب، يعني المفروض إن الكورة تبقى جاية أنا استقبلها كده هو في نص المضرب، تمام؟ يبقى لو جات لي تحت أنا بعمل مضربي كده، لو جات لي فوق كده. المشكلة إن في ناس لما بتيجي تلعب مثلا بتبقى بتلعب لعبة تانية زي التنس مثلا، فدايما لعبهم يبقى كده كله فور هاند فور هاند فور هاند، ما عندهوش بقى السناتش والباكات بتاعتنا، تمام؟ هي الباك بتاعك مختلف عن التنس. طبعا الحركة التكنيك بتاع جسمك كله بيختلف طبعا في التنس عن الركض. إنجي، أنت عندك ولاد؟ عندي رقية ومحمد. رقية ومحمد بيلعبوا رقية؟ رقية بتحب الركض جدا، بس محمد لا، ألعاب قوة بقى، يعني ميوله مش كده، هو دايما البنات بتحب قوي ألعاب المضرب. طب وفي بيتك ما بيقولكيش يا إنجي ما تتهدي اقعدي في البيت طول النهار سرحة؟ كتير جدا كتير جدا. انت بتلعبي من وانت صغيرة؟ انا والدي اصلا كان بيلعب بقاله 40 سنة الله يرحمه، يعني كان بيلعب، فهو حببني كمان في اللعبه من شكله هو بيلعب، من اصراره انه ينزل حتى في النوة، لا انا هنزل العب، الدنيا حر جدا احنا في اغسطس وميتين، لا انا هنزل العب، فانا الاصرار ده هو اللي عجبني، هو اللي خلاني شدني للعب. مامتك بتلعب كمان؟ إيه لا، ماما ما كانتش بتحب الالعاب دي بسبب ان شغلها كان كتير جدا، ما كانتش فاضيه للاسف. طب وانت بنت يعني حبيتي تطلعي زي باباكي، ما قلتيش ان لا اطلع كده زي مامتي ما بلعبش؟ لا انا حبيت اللعبه، وحبيت كمان حته ان انا لا كسيده هيبقى في تميز اكتر، غير ان كل الرجاله بتلعب راكت. صحيح. لكن لما يبقى في ست وهي اللي بتلعب راكت وممكن كمان تدرب. انت بتدربي بنات برضو ولا بتدربي بدرب بنات واولاد؟ الرواد السيدات في النوادي، يعني رحت نادي الاتحاد، عندي دلوقتي فريق الحمد لله وصلنا ل 85 ما شاء الله لاعبة، عندي في نادي المحافظة برضو بقينا 35 لاعبة، في فريق هنا وفريق هنا، دخلت كمان نادي سموقة الحمد لله، والخطة الجاية إن شاء الله نادي الأولمبي بإذن الله. يعني دي دلوقتي شغلتك ولا أنت عندك شغلة تانية؟ أيوة هي دي خلاص. أنت مدربة حبيتها راكت؟ حبيتها خلاص. فيعني بصي أنا نفسي نفسي اللعبة لو تخش اتحاد، بس يبقى أنا كده خلاص بقيت حد قانوني. أنت عايزة اللعبة تخش الاتحاد؟ نفسي، هو دي الحاجة الوحيدة اللي فاضلة، إحنا كل حاجة متكفلين بيها، المضارب الكباتن بتاعتنا بتعملها، الكور بنعرف نجيبها، لو يونيفورمز أو أي حاجة تانية بنعرف نعملها، كل الحاجات دي إحنا بنعملها، إحنا طالبين حاجة واحدة بس إن إحنا نخش اتحاد بس، هيساعدنا كتير. إنجي لما بتشوفي المنظر ده في رمضان، لما بتشوفي الناس حواليكي راحة جاية والناس جاية بعائلاتها وكلهم مرصوصين وأعداد كبيرة قوي كده وأنت جزء من ده، بتحسي بإيه؟ هي دي اسكندرية. اسكندريه واهلها كده بس، وغير كده انا استغرب، لكن ده انا مش مستغربه لان هم دول اسكندرانيه بس. سام طيبه يا انجي. طيبه بخير يا حبيبي. يا انجي يا جميل. جميل حبيبي. كابتن موريس. نعم. حضرتك من المخضرمين في اللعبه دي. طبعا. بقالك كام سنه بتلعب راكت؟ لا كتير، ولا 60 سنه. لا 60 سنة بتلعب راكت؟ ابتديت وانت صغير قوي. طيب. كل العيال الاسكندرانية بيلعبوا راكت. طبعا، بس اللي هو اهاليهم بتلعب اصلا راكت، فيبقى عنده استعداد انه يعلمه. مضرب حضرتك يا كابتن موريس. ممكن ابقى اشوفه؟ قوي. انا حسيت هو تقيل قوي يا كابتن موريس. تقيل يعني مضرب كابتن محمود حسيته اخف. لا خفيف خالص. خفيف. انت ليه بتفضل المضارب الثقيله دي؟ ما يدوب ده على قد ايدي، لان انا من زمان بلعب رياضه كمان اجسام ومصارعه وبتاع. فعلا. كابتن موريس، انت بتعمل المضارب دي عموله زي كل اللعيبه صح؟ عمول لازم. فتقول لان الراكتات اللي موجوده في السوق ما تنفعش. المضارب زمان يا كابتن كنت بتقول لي ان هي حجمها اكبر. اكبر من كده. لأن فعلا. كانوا فطاحل زمان. أنا شايفة هنا في رزع جامد قوي. مش أي حد يقف قدام الناس زي عشان يتشاط عليه.
يعني يختلف ايه ده عن التنس؟ يعني انا مثلا بعرفش لازم انا اوصل الكره في الراكت، لازم اوصل الكره لغايه عندي وانت توصليها برضه بالتالي لغايه عندي، حتى لو شطت عليكي برضه تصديها لان الصد ده فيه فن شويه. يعني اصدها واردها لك، هو ده الفن فيها. اه لازم. لكن حضرتك بتلعب راكت من لما كان اللعب على الشواطئ تحت؟ من زمان من ايام ما كنا في الشاطبي. في الشاطبي يعني ده اول شاطبي. ما ابتديت؟ لا اول ما ابتديت عندي هناك عند البيت. فين؟ في محرم بيه تحت العماره. ايه عادي في الشارع. يبقى واحده على الرصيف ده وواحده على الرصيف ده ويتلعب اللعب، لان كان زمان مفيش عربيات كتير، شوارع فاضيه فكنا نلعب براحتنا. هو حضرتك بتشتغل ايه؟ انا مدير عام. مدير عام؟ كنت مدير عام. وكان عندك وقت لكل الرياضات دي مع العمل؟ طبعا لان انا كنت بقسم لعبي، يعني كمال الاجسام دي يعني واخده 3 ايام من الاسبوع بتاعي، اما مثلا لما كنت اروح العب ادم او باسكت او طاير او اي حاجه من دي ببقى ايه عامل لهم حسابهم. ميرسي يا كابتن موريس، مبسوطه اني شفت حضرتك. وانا كمان كل سنه والله. وانت طيب. وانت طيبه ست الكل. الله يخليك يا كابتن. وعلى الله اكون يعني اضفت حاجه. اضفت 100 حاجه. 100 حاجه يا كابتن. الله يخليك. الله يخليك يا كابتن. تعيش. ميرسي يا كابتن. كابتن محمود ميرسي على الجوله الجميله دي في عالمكم الخاص جدا. احنا تشرفنا بيكم طبعا وسعدنا بلقائكم جدا يعني يا استاذ رشا. وانا اكتر يا كابتن. ربنا يكرمك كابتن. احنا عشان انتوا ما تنسوناش دايما لما بنقابل ضيف فنان زميلنا اسمه عبد الله بيعمل بورتريه وبنسيبه لحضرتك عشان تتذكرنا بيه. شكرا يا عبد الله. ما شاء الله دي حاجه جميله جدا يعني. اهو يا كابتن. شكرا. شاكرين جدا. الف شكرا. شكرا فندم. ان شاء الله يكون عجبك يا كابتن. شكرا محمود. شاكرين جدا. شكرا فندم. شرفت يا فندم. الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيب. تصبح سلام فندم. دي مش مجرد هواية، الراكت له أصول، من حتفة الكورة السما لقوة الخبط. وعشان تراثنا يعيش ونكون سوا على طول، من حبنا في الراكت أسسنا ليه ربط. عجوز في وقت اللعب أرجع شباب تاني وأكسب وأنا مغمض وإيديا مربوطة. حريف مجاش زيه ولا يجي من تاني، الكورة طول عمرها على إيدي مظبوطة.